مخاوف من انتشار فيروس كورونا في أيام عيد الفطر المبارك ودعوات بضرورة التباعد الاجتماعي. ووزير الصحة يدعو الحوثية إلى الإفصاح عن الإصابات والوفيات والشفافية في تبادل المعلومات. اشتباكات في كيلو 16 بمدينة الحديدة رداً على خروقات الميليشيات الحوثية في أول أيام العيد. الثامنة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ حصيلة جديدة بحالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وقالت اللجنة على حسابها في تويتر إنه تم تسجيل 7 حالات إصابة بينها حالتا وفاة، موضحة أن الحالات توزعت بواقع 5 في حضرموت بينها حالة وفاة وحالتان في شبوة بينها حالة وفاة. كما تم تسجيل 4 وفيات لحالات إصابة أو إصابة سجلت سابقا عبارة عن حالتين في حضرموت وحالتين في تعز، وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى 212 حالة بينها 39 وفاة و6 حالات تعاف. ومع أول أيام عيد الفطر المبارك بدأ في مدينة مارب حظر التجوال الجزئي من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. وأقرت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا إغلاق مداخل المحافظة في قانية وحريب أمام حركة وتنقلات المواطنين القادمين من صنعاء وعدن، وتم استثناء حركة البضائع والسلع مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من الفحص والتعقيم. كما أقرت استمرار منع التجمعات وإغلاق المساجد وصالات الأعراس والحدائق والمتنزهات ومراقبة المولات والأسواق في مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وعملية التعقيم. إلى ذلك أبدت منظمة أطباء بلا حدود استعدادها تشغيل مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية في عدن لمواجهة جائحة كورونا بعدما أغلقت المستشفيات أبوابها أمام المرضى وازدياد الحالات المصابة. بعد أن أغلقت جميع المستشفيات الحكومية والخاصة أبوابها أمام المرضى في عدن خشية من تفشي كورونا وتقطعت بهم السبل ولم يجدون سوى الموت في منازلهم، أبدت منظمة أطباء بلا حدود استعدادها لتشغيل مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية بالمدينة والقيام بدورها لمواجهة جائحة كورونا. وبسبب نقص وانعدام التجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة الوباء وما شهدته المدينة من حالة خوف وهلع جراء انتشار الأمراض والأوبئة، أعلنت المنظمة استعدادها لاستلام وتشغيل مركز العزل بشكل كامل وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس واستقبال الحالات المصابة وتقديم الرعاية اللازمة لها. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد تسلمت في 30 من إبريل الماضي مركز الأمل غربي عدن المخصص لعلاج إصابات كورونا، إلا أنها لم تغطي جميع الحالات خصوصا التي لم يتم التأكد من إصابتها بالوباء أو بأمراض وأوبئة أخرى كالمكرفس وحمى الظنك وحميات أخرى انتشرت خلال الأيام الماضية وحذرت من موجة انتشار للوباء في المدينة. وأمام الحالات التي تلقتها المنظمة في مركز العزل أفادت أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي لحالات الإصابة بوباء كوفيد-19 بسبب انهيار النظام الصحي بشكل كامل حتى قولها وغياب وسائل الاستجابة للجائحة من معدات الوقاية الصحية وتوفير المواد المتطلبة لإجراء الاختبارات للمرضى. وقد ظلت عدن على مدى عقود من الزمن سباقة للعناية الطبية وعلاج المرضى، إلا أن الوضع تغير بسبب الحرب في البلاد وبات الموت بالنسبة للبعض أقل بؤسا من زيارة مستشفيات عدن للعلاج خوفا على حياتهم من الإهمال المخيف والخدمات الهزيلة وافتقارها لأدنى المقومات البسيطة لخدمة المرضى. ف
في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، دعا وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي إلى الإفصاح عن الإصابات والوفيات والشفافية في تبادل المعلومات. 212 حالة إصابة بكورونا، منها 39 وفاة وتعافي 6 حالات، هي الأرقام المسجلة في المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي. لكن الخشية من ارتفاع الحالات في ظل إجازة عيد الفطر. وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم جدد الدعوة للمواطنين إلى عدم التجمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذرا من أن عدم الأخذ بها سيزيد من انتشار الفيروس في المحافظات وسيصل إلى المناطق التي لم يصلها، خصوصا بعد توجه الناس من المدن إلى الأرياف في إجازة العيد. فضوا من المدن إلى الأرياف، مؤكد هذا سيؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات وعدد الوفيات. أنا أحذر الأخوة المواطنين والسلطات المحلية بأنه عدد الإصابات سيصل إلى عشرات الآلاف، وأن الوفيات سترتفع إلى الآلاف وإلى عشرات الآلاف إذا لم نأخذ بالإجراءات الاحترازية. ورغم أن الدعوة أصابت كبد الحقيقة، إلا أنها لا تكفي وفق مراقبين لاحتواء الوباء، بل ينبغي تنفيذ تدابير الوقائية على الأرض في ظل غياب الوعي الكافي في أوساط المواطنين وإصرارهم على ممارسة الطقوس المتعلقة بالعيد من زيارة الأقارب والتجمعات العائلية. في المقابل تواصل ميليشيات الحوثي التعتيم وعدم التعامل بشفافية إزاء الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء، ضمن محاولة لحجب حقيقة ما يجري في مناطق سيطرتها والموثقة بمقاطع الفيديو التي أظهرت عشرات الجثث أثناء عملية الدفن وفرض الحجر الصحي على عدد من الأحياء والأسواق، الأمر الذي جعل وزير الصحة باعوم يجدد دعوة الميليشيات إلى الإفصاح عن الأرقام الفعلية لحالات الإصابة والوفاة حتى يكون المواطن في صورة ما يجري ويلتزم بالتدابير الوقائية والإجراءات الكفيلة بالحد من تفشي الوباء وتوحيد الجهود لما فيه المصلحة العامة. للحديث ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الملك اليوسفي، مرحبا بك. مرحبا بك أخي بندر، خالص التحية لك وللمشاهدين الكرام، كل عام وأنت بخير. أنتم بخير. وزير الصحة وجه دعوة للميليشيات الحوثية بالشفافية وتبادل المعلومات بشأن حالات الإصابات والوفيات بكورونا، هل ستستجيب الميليشيات لذلك؟ لا أعتقد أن الميليشيات الحوثية ستستجيب لهذه الدعوة، ودعني أوضح أمر مهم جدا للمشاهد الكريم. التكييف القانوني للجرائم التي ترتكب في حق اليمنيين من قبل الميليشيا الحوثية ومن قبل غيرهم، لابد أن يكون الأمر واضح أنه هنالك توجه دولي الآن للتعاطي مع نقل مع المشاركة في نقل فيروس كورونا القاتل على أنه شروع في القتل، هكذا بدأ التكييف القانوني للأمور. ومن هنا في كثير من الدول اتخذت تشريعات اضطرارية مرتجلة بالتغريم بالسجن بالقهر بالقمع لأي خروج جماعي بمنع الأمور هذه بالغرامات. هنا تصل مثلا في القاهرة الغرامة إلى 100,000 جنيه فيما يتعلق بكسر هذه القواعد، في دول أخرى مثل أمريكا في دول ديمقراطية. وبالتالي المسألة كلها للحفاظ على حياة الناس، هذه هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية إخفاء المعلومة المتعلقة بالمريض أيضا شروع في القتل لأنه يؤدي إلى الانتقال المرض للآخرين دون معرفة ذلك، وبالتالي الميليشيا الحوثية تورطت في هذا الجزء، في جزء إخفاء المعلومة، بالإضافة إلى جرائم كثيرة تحدث عنها التقارير الحقوقية تقوم بها الميليشيا الحوثية، وهذا لا يخفى. لماذا تتكتم الميليشيا الحوثية مجرمة؟ نعم، لماذا تتكتم الميليشيات؟ هل يعني أن الموضوع خارج السيطرة وأن المصابين كثر؟ المسألة هي تعتبر المسألة لها علاقة بالحشد لجماعاتها، دوافعها متعددة لدرجة أنها تعتبر إفشاء معلومة عن فيروس كورونا كأنه معلومة أمن قومي، بل تصل يعني عندما إذا كلمت أحد في التليفون قرب اتصل إلى صنعاء وحدثه واذكر كلمة كورونا يقول لك كلميني من الماسنجر كلميني من الإيمو، الناس يخافون جدا لأن هنالك قهر. لكن دعني هنا أسلط الضوء على جريمة أخرى تحصل، وهي التحريض على التظاهر. اليوم وزير الصحة يدعو إلى الناس للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وعدم كذا، في حين أنه قبل يومين وزير الداخلية أحمد الميسري
يدعو من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى كسر الحجر في عدم الخروج للتظاهر، صحيح أنهم حذفوا الخبر في وكالة سبأ بعد أن عرفوا حجم الجرم الذي حصل، لكن هذا حصل، خرجت مظاهرات بدعم من الميسري وبدعوة من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وهذه جريمة يجب أن تقيد. وهنا دعني أفعل بلاغ للنائب العام عبر قناتكم ضد المدعو أحمد الميسري، نعم، لوجوب ملاحقته، نعم، لعدم احترام حياة الله. نعم نعم نعم. السؤال الأخير، لماذا لم تقل الميليشيات بالإجراءات الاحترازية المطلوبة؟ في نصف دقيقة. يا سيدي، الميليشيات لا تهمها حياة الناس، منذ أن هذه الميليشيات التي ولدت من رحم الحرب والقتل والموت وشعارها الموت، لا يمكن أن تهتم بحياة الناس. نعم. لكن دعنا، نعم، أعود لأتكلم عن، نعم، المفروض حكومة يكون عندها اهتمام بحياة الناس. وأعيد وأكرر، نعم، أن ما قام به الميسري من الدعوة للتظاهر في عدن جريمة، نعم، وأن أي دعوة قادمة للتظاهر سواء في عدن أو في تعز أو حتى في صنعاء، رغم أننا نريد الخروج على الميليشيات الحوثية، أو حتى في صنعاء، أي دعوة للتجمعات هي جريمة في هذا الوقت. نعم. الأستاذ عبد الملك اليوسفي، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وتزداد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وخصوصا في أيام عيد الفطر المبارك، ومع استمرار التكتم الحوثي على المعلومات الحقيقية بشأن الحالات المصابة. في ظل تكتم شديد من قبل ميليشيات الحوثي، تواصل جائحة كورونا الفسك بعشرات الأرواح في مختلف مناطق سيطرتها، لتكتفي بدفن الضحايا تحت جنح الظلام وبحضور عدد بسيط من أقارب المتوفى. مصادر طبية وأخرى محلية سجلت عشرات من حالات الوفاة إثر إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، معظمها كانت في مستشفى الكويت والجمهوري بصنعاء، وأخرى في مستشفى جبلة بمحافظة إب. ذات المصادر كشفت في وقت سابق عن نقل عشرات الجثث من مستشفى جبلة بواسطة سيارات إسعاف وحراسات أمنية ودفنها في مقابر داخل مدينة إب وضواحيها، فيما رصد سكان محليون بالعاصمة صنعاء عمليات مماثلة وثقتها عدسات الكاميرا وتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. مراقبون اعتبروا التكتم الحوثي والتعامل المبهم مع فيروس كورونا يأتي استجابة لتوجيهات إيرانية وبهدف الضغط على المنظمات الدولية والبلدان التي تنوي الدعم لتقديم المساعدات عبرها وتسخيره لمصالحها وقياداتها، كما فعلت سابقا بالمساعدات الإغاثية دون مكسرات لوضع الشعب الذي يرزح تحت أتون الحرب التي أشعلتها ودخلت عامها السادس على التوالي. حقوقيون كشفوا المخطط الإيراني الحوثي وعمل الأخير وفق تعليمات صادرة من إيران حول كيفية التعامل مع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها، مؤكدين أن الميليشيا تقوم بإعادة سيناريو التعامل السلبي مع جائحة كورونا بإيران في اليمن. الميليشيا وبالرغم من تهربها الكبير من الإقرار بالأرقام الكبيرة لعدد الإصابات والأعداد الكبيرة لمن فرضت عليهم الحجر الصحي في أحياء متفرقة من صنعاء وكذا إب والمحويت ومؤخرا بصعدة، كانت قد قامت بإغلاقها على مراحل ورشها بعد اكتشاف حالات إصابة، واضطرت بأن تعلن على استحياء تسجيل عدد قليل من الإصابات كنوع من التسويف الذي اعتادت عليه، إلا أن ذلك زاد من تفاقم الخطر، حيث اعتقد المواطنون بأن الأمر لا علاقة له بكورونا. مراقبون توقعوا بأن اليمن سيشهد انفجارا مدويا إثر الجائحة التي تتفشى وسط صمت مريب للجهات التي تسيطر على البلاد حال استمرارها في التعامل اللامسؤول مع الوباء وعدم التعامل مع الجائحة بعين الاعتبار والسماح للقطاع الطبي لأن ينهض من جديد ويقوم بدوره في مواجهة الجائحة بشفافية مطلقة كما يحدث في العالم. بعزيمة قتالية ومعنويات عاليتين أحيا أبطال القوات المشتركة في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة أول أيام عيد الفطر المبارك مجددين العهد للوطن والشعب والشهداء بمواصلة النضال حتى تحرير وتطهير كل شبر في أرض الوطن من الميليشيات الحوثية التابعة لإيران. وخلال المعايدة البينية المحصورة
داخل كل قطاع تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. أكد أبطال القوات المشتركة المرابطين في خطوط التماس بشارع 50 جاهزيتهم واستعدادهم لاستكمال تحرير مدينة الحديدة وكل المحافظات والمناطق التي لا تزال ترزح تحت ظلم وطغيان عصابة الحوثي الإجرامية. وهنأ أبطال اللواء الأول حراس الجمهورية القائد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي والشعب اليمني كافة بهذه المناسبة الدينية العظيمة والتي تتزامن مع العيد الوطني 30 للجمهورية اليمنية. وأكدوا أن أيامهم في ساحات العزة والشرف كلها أعياد، وطالبوا القيادة بإنهاء العمل باتفاق ستوكهولم في ظل مماطلة الميليشيات الحوثية لتنفيذ الاتفاق، مؤكدين أن مماطلة الميليشيات وخروقاتها لن تظل بدون سقف زمني. باسم زملائي من أفراد اللواء الأول حراس الجمهورية نرفع بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وحلول عيد 22 مايو إلى قيادتنا السياسية الممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح وإلى أمة العربية والإسلامية. هما في مواقعنا الأمامية سوف نقاتل في كل مكان الحوثي المتغطرس الكهنوتي الذي قام بتدمير المساجد والمدارس وقام بهدم منازل المواطنين وقام بتخريب الطرق والمشاريع وكل ما هي أساسا للحياة. ونحن هنا إن شاء الله سوف نضحي بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فداء لهذا الشعب وهذا الوطن الغالي الذي خلقنا فيه وكبرنا وترعرعنا على هذه الأرض الطيبة المباركة. وإن شاء الله لم نعود إلى منازلنا أو إلى بيوتنا إلا وإن شاء الله قد حررنا البلاد اليمنية كاملة. نهني قيادتنا العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح بحلول العيد الفطر المبارك، ونهني الشعبنا اليمني العظيم. واقفون العدو ثابتين ثبات الجبال مستعدين للعدو والهادي على الزناد، ونهني الشعب اليمني بمناسبة العيد المبارك عيد الفطر وعيد الوحدة عيد 22 مايو، ونقول للشعب نحن جاهزين مستعدين للكهنة لسحقهم في أي وقت. بمناسبة عيد الفطر المبارك نحيي ونبارك للأخ القائد بقيادة المقاومة الوطنية طارق محمد عبد الله صالح، ونطالب بتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وبقية مديريات ومحافظات الجمهورية اليمنية. جاهزين بأتم الجاهزية ومستعدين بكافة الاستعداد القتالي. بمناسبة العيد نهنئ الشعب اليمني ونهنئ الأخ العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ونقول إن إحنا رحنا الإشارة. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ونهنئ الشعب اليمني العظيم، ونقول للقائد العميد الركن طارق حفظه الله أن إحنا جاهزين، والله لو يخوضنا البحر لخوضنا. الإشارة منه نقتحم الحديدة وما وراء الحديدة وإلى جبال مران. نهني القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح بمناسبة العيد الفطر المبارك إن شاء الله، سنكبر إن شاء الله تحرير محافظة الحديدة شبر أن شبرا. نحن أبطال حراس الجمهورية في محافظة الحديدة نهني العميد طارق محمد عبد الله صالح بمناسبة العيد الفطر المبارك، ونقول إن شاء الله فندحر الميليشيات من داخل المحافظات كاملة إن شاء الله حتى نوصل صنعاء. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. تحية الجمهورية، تحية الجمهورية، تحية الجمهورية. سلام الله يا طارق، سلام الله يا الحراس، سلام الله على حصن الوطن جنده وحراسه، سلامي للواء الأول والطلا شداد البأس صقور النصر ديدك وغرور. وبدورهم جدد أبطال الأمن المركزي وجميع منتسبي الداخلية في الساحل الغربي التأكيد على جاهزيتهم لتنفيذ كافة المهام المناط بهم لضبط الجريمة. جاء ذلك خلال المعايدة فيما بينهم صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. وخلال المعايدة حيا قائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد مجاهد الحزورة رجال الأمن المركزي ومنتسبي الداخلية
مثمنا الدور الذي يقومون به في ضبط الجريمة سواء كانت من أفراد أو أي جماعات، وهي الجهود التي تكللت بتأمين حياة المواطنين في المديريات المحررة في الساحل الغربي، وأشاد بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي يتحلون به. مقدم علي محمد الصوفي، هاي بارد. معولين عليكم بالامن والاستقرار يعني في المحافظة بشكل عام. قريبا ان شاء الله تسند لكم مهام كثيره وتكونوا يعني مثال وقدوه لبقيه الوحدات في الضبط والرب والانضباط. عيد اليوم ما هوش وقت محاضرات او داخليات، جينا نسلم عليكم وموفقين ان شاء الله ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم. الروح بالدم نبيك دائما، الروح بالدم نبيك دائما. في الحديدة واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها في المدينة مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن اشتباكات جرت بين القوات المشتركة والميليشيات في قطاع كيلو 16 بمدينة الحديدة جراء الخروقات الحوثية الجديدة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من المقاومة الوطنية العقيد عادل الهرش، مرحبا بك. مرحبا بك أخي بندر، وعيدك مبارك وكل عام وأنتم بخير في قناة اليمن اليوم. كل عام وأنتم بخير جميعا. أطلعنا على مستجدات الخروقات، خروقات الميليشيات الحوثية في أول أيام عيد الفطر المبارك. أولا أجدها مناسبة عظيمة، أنا أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي جميع منتسبي حراس الجمهورية، وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية إلى قائدنا المناضل العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله، وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم، لأننا سنظل الحراس الأمناء والجنود الأوفياء لليمن وأهله، ولن نتراجع قيد أمنا عن العهد والوحدة الذي قطعناه على أنفسنا حتى يتم تطهير أرض اليمن من دنس هذه الميليشيات الحوثية. أما بالنسبة لما جاء في سؤالك، وقد كان ليلة أمس ليل ساخن وعاصف على مرتزقة إيران في قطاع مدينة الصالح والكيلو 16 لمدينة الحديدة، جراء خروقاتهم المتكررة وعدم احترامهم حتى لهذه المناسبة الدينية العظيمة وهي عيد الفطر، عبر محاولاتهم المتكررة والبائسة لإحراز أي تقدم عندما قاموا بالزحف في اتجاه مواقع قواتنا المشتركة والتي لكنهم أبطالنا الميامين من خلالها أنصع الدروس، وعاد جرذان الحوثي يجرون وراءهم أديان الخيبة والهزيمة كما كل مرة. وللتوضيح يا سيدي الكريم لك والأخوة المشاهدين أكثر في هذا الجانب، فقد أعلن التحالف العربي في اليمن عبر الناطق الرسمي إلى ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 98 خرقا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 4017 خرقا منذ إعلانه. نعم. العقيد عادل الهرش من المقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك. تعد الوحدة اليمنية الحدث التاريخي الكبير الذي أكد على واحدية الأرض والإنسان وثمرة نضال المخلصين من أبنائه وحلمهم بوطن قوي ومؤثر يستعيد أمجاد التاريخ العريق. في 22 من مايو قبل 30 عاما أشرقت الشمس على دولة يمنية واحدة من جديد، ورفرف علم الجمهورية اليمنية شامخا في سماء عدن
وكل شبر من أرض الوطن عقب إعادة تحقيق الوحدة. لقد كانت الوحدة اليمنية هي الحلم العزيز على قلب كل يمني والأمل الذي يحلمون به، وعندما تحققت كانت الحدث التاريخي الكبير الذي أكد على واحدية الأرض والإنسان وعكس نضال المخلصين من أبناء الوطن. سأغادر المجلس متوجها إلى عدن ومعايا كل المسؤولين، وأدعو مجلس الشورى والطائرات جاهزة، من يرغب أن يشارك في هذا الحدث التاريخي. حلما راود كل شرفاء الوطن وعملت قيادات شطري البلدين على تحقيق ذلك الحلم بعد عشرات الاتفاقيات واللقاءات التشاورية على مستوى الداخل والخارج، وأعادوا بذلك اللحمة الوطنية ووضعوا حدا لعهد التشطير والتجزئة التي فرضها المحتل في الجنوب والسلطة الكهنوتية في الشمال لتمثل الوحدة اليمنية. أبرز أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين الذي لمسه اليمنيون على أرض الواقع. اللحظات التاريخية لا تتكرر، واتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية يتطلب قيادة وإرادة وطنية تستلهم وتضع نصب عينيها المصالح العليا للوطن ومواطنيه، كما عمل الشهيد الزعيم رحمة الله عليه إلى جانب علي سالم البيض. فكان لليمنيين ما أرادوا، فكانت الوحدة الحلم الذي راود الأجيال اليمنية المتعاقبة والمشروع الوطني الكبير الذي ناضل من أجله شرفاء الوطن بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم. ثقافيا وإنسانيا تظل الوحدة هي مصدر التنوع الهائل الذي أعاد تشكيل الهوية الوطنية بثرائها الكبير، والذي تجاوز البعد القومي العربي إلى البعد الإنساني الثقافي التراكمي عبر المحطات التاريخية التي عاشها اليمن وعزز من بناء علاقة الجمهورية اليمنية مع العالم. بتحيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يربط اليمن عبر الساحل بدول الجوار، دول الخليج العربي، فأهم مشروع استراتيجي تحقق بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة. شعبياً وجماهيرياً ترسخت ثقافة الوحدة وتحولها من حلم منشود إلى واقع يغمر اليمنيين بالبهجة، وتحولت من منجز تحقق بفعل التضحيات الوطنية لكل أسرة يمنية إلى أبرز الثوابت الوطنية التي لا ولن يدخل في أي مساومات أيا كان نوعها، على اعتبار أن الوحدة اليمنية ليست ملكا لشخص أو جماعة أو حزب أو تنظيم سياسي، بل هي ملك للشعب اليمني كله. فالوحدة اليمنية أصبحت متجذرة في الذات الوطنية، وصار جيلها اليوم في عامه 30، وبات هذا الثابت لا يقبل الوصاية أيضا، ويرفض اليمنيون جميعا تشظي الوطن إلى سلطنات ومشيخات وولايات من جديد. حافظ على الوحدة بيسرى ويمنى. وعقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، شهدت اليمن نهضة تعليمية في مختلف مراحل التعليم الأساسي والجامعي والأكاديمي. رفدت البلد بخبرات وطنية في مختلف المجالات، وقد بلغت أعداد المدارس والجامعات والمعاهد أضعافا مضاعفة. بعد أن تحققت الوحدة اليمنية المباركة والتم شتات اليمنيين في الشمال والجنوب عام 1990، حقق قطاع التعليم خلال مسيرة الوحدة المباركة تطورا ملحوظا، وتسارعت العملية التعليمية خاصة في المجالات العلمية والمعرفية. فبعد قيام الوحدة بين شطري اليمن تزايد عدد الجامعات والكليات لتتخطى 10 جامعات حكومية وأهلية قبل دخول الألفية الثانية،
وفي نفس العام الذي تم فيه توحيد شطري اليمن عقد المؤتمر العالمي عن التعليم للجميع في تايلاند، واستجابة لهذا المؤتمر أعدت وزارة التعليم اليمنية استراتيجيات وطنية عدة للتعليم بالتعاون مع البنك الدولي وبلدان مانحة في الوقت الذي كانت فيه معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للسكان من أعمار 15 فما فوق 37%، لترتفع بعد الوحدة إلى 58%. وبذلت قيادات شطري الوطن ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح وأخيه علي سالم البيض جهودا حثيثة لترسيخ مدامك الوحدة والنهوض بعملية التعليم في اليمن والالتحاق بركب الدول المتقدمة، حيث كان عدد المدارس قبل الوحدة لا يتجاوز 2000 مدرسة، لكنها بلغت إعادة تحقيق الوحدة وحتى العام 2011 16251 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية. أما المعاهد التقنية والصحية فكانت قبل الوحدة لا تتجاوز 20 معهد، ووصلت من بعد الوحدة المباركة إلى أكثر من 100 معهد. أما التعليم الجامعي فكان لليمن جامعتان فقط في صنعاء وعدن تضم 8 كليات فقط، لكنها وصلت منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة وحتى العام 2011 إلى 11 جامعة حكومية تتكون من 108 كليات شملت معظم محافظات اليمن. وكان معدل التحاق الفتيات بالتعليم في اليمن في أدنى المعدلات في بلدان الشرق الأوسط، ويوجد تفاوت هائل بين البنين والبنات وبين المناطق الحضرية والريفية، إلا أن المرأة اليمنية في الشمال والجنوب وبفضل الوحدة المباركة أخذت حقها بالمشاركة في العمل وحفظ مكانتها الاجتماعية كشريك فاعل في عملية التنمية، كما أن حملات محو الأمية وتعليم الكبار أحدثت طفرة ملموسة في رفع الوعي المجتمعي بين أوساط واسعة في المجتمع الجنوبي أو الشمالي، وتخرجت بعد الوحدة أول قاضية وأول طيارة. وبهذا فإن اليمن شهدت بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة نقلة نوعية في العملية التعليمية ووصولها إلى مستويات عالية، إلا أنه ومنذ نكبة العام 2011 وصولاً إلى دخول الحوثيين إلى صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، عادت عجلة النهضة التعليمية إلى الوراء وشهدت تراجعاً ملحوظاً لتكشف مساعي القوى الظلامية والرجعية، تجهيل الشعب ومحاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس سلطة الكهنوت التي ميزها ثالوث الجهل والفقر والمرض في العقود الغابرة. ودعت الحديدة فقيد الوطن الكبير القاضي العلامة الشيخ محمد علي مرعي مفتي لواء الحديدة ورئيس جامعة العلوم الشرعية عضو مجلس النواب عن الدائرة 164، وذلك بعد حياة حافلة بالإنجاز والعطاء العلمي والتعليمي في مجال الشريعة والقانون والتوجيه والإرشاد القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، حيث تخرج على يديه آلاف الطلبة والقضاة والدعاة عبر صرحه العلمي والمعرفي جامعة العلوم الشرعية عضو اتحاد جامعة الأزهر الشريف، وتقلد الراحل عددا من المناصب في مجال السلك القضائي. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. المواطنون في عيد الفطر بين نار الحرب التي أشعلتها الميليشيات وانتشار فيروس كورونا. نحن من هنا من عدن ندشن هذه الحملة الانتخابية كما دشنا كثير من الفعاليات، دشناها من عدن، عدن البطلة، عدن السياسة والثقافة والسياحة والرياضة. عدن لن يأتي منها إلا الخير لشعبنا اليمني العظيم. أتت منها 30 من نوفمبر والثاني 22 من مايو، ذلك اليوم التاريخي العظيم، يوم التحول السياسي والديمقراطي، عندما أعلنت الجمهورية اليمنية
من عدن من قصر 22 مايو من التوالي. ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يحل عيد الفطر المبارك على اليمنيين للمرة السادسة بتوقيت الحرب التي غيبت الفرحة في نفوسهم وأثقلت كاهلهم وزادت من آلامهم وأوجاعهم نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن الغلاء في أسعار السلع الأساسية والتموينية والخدمية وانقطاع المرتبات وتفشي فيروس كورونا، والتي ألقت جميعها بظلالها السلبية على عادات العيد وتقاليده ومظاهره الاجتماعية. عيد فطر آخر هو السادس يستقبله اليمنيون على وقع الحرب التي أثقلت كاهلهم وتسببت في وضع معيشي واقتصادي صعب نتيجة انقطاع مرتبات الموظفين لأكثر من 3 عوام ونصف وتقلص مصادر الدخل وتدهور العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، ما انعكس على عادة العيد وتقاليده ومظاهر الاجتماعية. وغيبت الحرب فرحة المواطنين بالعيد ومظاهره من شراء كسوة العيد لأطفالهم والجعالة التي تعد من سمات العيد ومظاهره الجميلة، وبات لسان حالهم العيد عيد العافية. وكان اليمنيون يحرصون على الالتقاء وقضاء أيام العيد بين أهاليهم وأقربائهم بعد أن يعودوا من المدن أو البلدان التي يقضون فيها إلى قراهم ومناطقهم لقضاء إجازة العيد بين الأهل والأقرباء كامتداد للترابط الأسري القوي الذي يميز المجتمع اليمني وخصوصا في الأعياد، غير أن هذه العادة قلت كثيرا بسبب الظروف الصعبة التي خلفت الحرب وزاد طين بلة العيد في زمن كورونا، والذي جعل له مذاقا مرا حيث حبس الناس داخل منازلهم وحرمهم من زيارة الأقارب والأرحام والأصحاب مع مخاوف من تفشيه بعد أن تسلل إلى البلاد منذ قرابة 2 شهر، ومخاطر انتشاره بسبب المخالطة والتزاول العيدي، والذي تسبب أيضا في عدم الذهاب إلى أداء صلاة العيد في المساجد والميادين. وكان اليمنيون يأملون في أن يحل عيد الفطر المبارك ومن قبل شهر رمضان المبارك، وقد طويت صفحة الحرب إلى غير رجعة وتلاشت آلامهم وجراحهم التي أدمت قلوبهم. ورغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية من تفشي الوباء في اليمن، شهدت أسواق العاصمة ازدحاما بالباعة والمشترين قبيل عيد الفطر، حيث لم تلجأ الميليشيات إلى إغلاقها، ما يعكس استخفافها بأرواح المواطنين وتفكيرها في جني الإتاوات والضرائب من الأسواق والتجار. هكذا هي الأسواق قبيل حلول عيد الفطر، تنبض بالحياة في مناطق سيطرة ميليشيات الموت. لكن هذا الزحام بمعايير وباء كورونا موت محتم. قلة من يلتزمون بأدوات الوقاية الشخصية، كما أن الحديث عن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في ظل هذه المشاهد مجرد هراء. اكتظاظ هذه الأسواق بالباعة والمشترين يؤكد وفق مراقبين عدم اكتراث ميليشيات الحوثي بأرواح اليمنيين، حيث تركيزها منصب فقط على جباية الأموال وفرض الإتاوات والضرائب على الباعة والتجار، رغم التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الوباء قد يطال أكثر من نصف السكان. ميليشيات لا تلقي بالا لحياة اليمنيين قدر اهتمامها باستمرار الأسواق التي تدر عليها أموالا طائلة، بدليل عدم الإفصاح عن الأرقام الفعلية لحالات الإصابة والوفاة بكورونا، لتتسبب من خلال هذا التعتيم بإلقاء المواطنين إلى التهلكة من خلال عدم مراقبتها لتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في الأسواق والأزقة، خصوصا الموجودة في صنعاء القديمة والمعروفة بصغر مساحتها واكتظاظها بالمارة والمتسوقين. في مقابل غياب التدابير الوقائية، ثمة شعور لدى بعض المواطنين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتكيف مع وباء كورونا من خلال المكوث في المنزل وعدم الإكثار من التجمعات. احنا في اليمن في السنوات الماضية كنا بنستقبل العيد غالب يعني دائما، يعني من الصعب جدا ان اليمني ما يخرج يعني من بيته، يعني ضروري زيارة الأقارب، الخروج للحدائق، يعني ممارسة كل طقوس العيد،
أما هذه السنة يعني لحد الآن مش مصدقين إنه كيف بنستقبل العيد. صعب يعني جدا إن إحنا نبقى يعني في الداخل. إن شاء الله يكون العيد سابر. أيوة بان عيد إن شاء الله عيد تمام، ضرر الحجر الصحي تمام إن شاء الله. العيد الذي يمثل للكثير من اليمنيين فرصة للراحة ورسم الابتسامة المسروقة طيلة عام كامل من المشقة والعناء، ربما يفسر إقبال الناس على شراء احتياجاتهم رغم شظف العيش، لكن الظروف الراهنة في ظل وباء كورونا تحتم على المواطنين التخلي عن طقوسهم المعتادة، كون الإصابة بالفيروس سوف تنسي بهارج العيد وستجعل من الصحة أسمى أمنية. في السودان أدى العالقون اليمنيون صلاة عيد الفطر أمام السفارة اليمنية منذ أكثر من شهرين وجدد العالقون في وقفة احتجاجية مطالبتهم بإعادتهم إلى وطنهم أسوة بالعالقين في مصر والأردن والهند نظرا لمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من شهرين والتي تتفاقم يوما عن آخر والمخاوف جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدين استعدادهم تحمل تكاليف الحجر الصحي. وعالميا يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف أنحاء العالم، حيث قاربت حالات الإصابة به إلى 5.5 مليون، فيما أعداد الوفيات تتسارع نحو 350,000. وذكرت الإحصائيات أن عدد الحالات الإصابة بكوفيد 19 بلغت أكثر من 5,427,000، فيما وصلت أعداد الوفيات بالوباء إلى أكثر من 344,000 شخص، وبلغ عدد الذين تم شفاؤهم أكثر من 2,273,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد 19 مطلع فبراير الماضي هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل ثم روسيا في عدد الإصابات. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. مخاوف من انتشار فيروس كورونا في أيام عيد الفطر المبارك ودعوات بضرورة التباعد الاجتماعي. ووزير الصحة يدعو الحوثية إلى الإفصاح عن الإصابات والوفيات والشفافية في تبادل المعلومات. اشتباكات في كيلو 16 بمدينة الحديدة ردا على خروقات الميليشيات الحوثية في أول أيام العيد. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.